يتحسس او يتجسس على تليفون الولد او بنته او ولده للضروره. فما بال الزوج مع الزوجه او الزوج مع زوجها؟ ممنوع. يعني ايه ممنوع؟ ممنوع قولا واحدا. يعني ممنوع الزوج يشوف تليفون زوجته؟ نعم، الا باذنها. الا يعني اقول لك حاجه، ما هو الاسلام اداب واخلاق. تمام. حضرتك مما تعلمناه من سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطرق احدكم ورجع من السفر امراته طروقا ولكن يرسل رسولا، قال حتى تنتشط الشعساء. يعني شوف حضرتك الادب، لما يكون جاي من سفر بعيد لا يهجم على البيت ده، بل بالعكس، ده الاسلام قال: فسلموا على انفسكم تحيه. يعني ما تيجي تدخل البيت انت معك مفتاح بيتك، تمام، اطرق الباب. ديننا جميل. الراجل لما راح للرسول صلى الله عليه وسلم معلمه للسبول: يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال: نعم. كأن الراجل بقى من الأعراب لم تعجبه يعني الإجابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن تراها عارية؟ لا. قال له: لا. قال له: الإذن. كذلك الزوج، الإسلام يريد أن يبني الثقة في البيوت. إنما حضرتك لما يأتي الزوج، يعني هو ممكن مثلا أمامها يقول لها إيه: ألا تطلعيني كده على سجل الاسماء اللي مسجله عندك؟ يا مش هنا في البيت. نعم، يا مش هنا في البيت. لا والله، في لا تزال، لا يزال بالناس خير. اكيد نفس الشيء، هي لا تتخونه. فالاسلام بيعمل ايه بقى؟ حاجه ساعه الدكتور قالوا ايه بقى، الاسلام بيعمل تدابير وقائيه لمنع الانحرافات داخل الاسره. الله. تدابير الوقائيه ايه؟ عدم التخوين، يبقى طرق الباب عند الدخول مع انك معاك مفتاح بيتك. كذلك الهواتف دي حاجات شخصيه، يعني من السنه والانسان داخل بيته يطرق الباب. يطرق الباب. تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه. طيب معالي الدكتور، يعني حتى تتزين او تتهيئ له، ماشي، لكن في زماننا ده ربما هي في البيت حاجه وبره البيت حاجه تانية. هي بتتزين خارج البيت مش داخل البيت. انا لا اتكلم عن الكل. هناك من النساء فضليات الكثر. البعض. نعم. البعض. هي الأمر يحتاج سيدي إلى توعية بالموعظة الحسنة والإقناع الحكيم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا عن تطيب أو تعطر المرأة خارج بيتها، ده ممنوع. ممنوع. هو العطر النفاذ. يعني عطر نفاذ؟ في عطر نفاذ. نفاذ آه، في عطر باطني اللي هو مثلا زي مزيل العرق. بس ما يكونش ليه رائحة ملفتة للنظر. إنما بحيث لا يشمها أحد، يعني تمشي محدش. بالظبط. كانت الصحابيات الجليليات رضي الله عنه، شوف قالوا بقى، كانوا يخرجن تفلات. يعني ايه؟ يعني لابسه ملبس واسع فضفاض لا يشف ولا يصف. مش حاجه رش. لا، الاول لا يصف ولا يشف. تمام. ما يوصفش الجسد ولا يكشف البشره. تمام. وبعدين الرسول علمهن قال بقى: واياكن ومس حتى البخور. مس البخور بقى خارج منزل الزوجي. تمام. خارج منزل الزوجية. هكذا كانت النساء اللواتي أنجبنا الفضلاء والأكابر من زعماء أو قادة، وبرنامجك اسم القادة من قادة الأمة المسلمة. معالي الدكتور، ذكرني شيء هنا، كان أحد الضيوف الكرام قال لي كلمة في هذا البرنامج جميلة. قال لي: كانت النساء قديما المرأة ترضع ولدها وعندها نية يكون بطل، يكون فارس، يكون محارب، مدافع عن بلدي، عن ديني، بطل من أبطال الدولة. فبالفعل رزقها الله بطل. إنما في هذا الزمان الأم ترضع ولدها من أجل أن ينام، فخرج لنا جيلا نياما، إنما الأعمال بالنيات. معالي الدكتور، أكيد مصر محتاجة شبابها، وإحنا محتاجين يكون عندهم انتماء لمصر، البلد الجميلة، البلد التي جعلها الله سبحانه وتعالى كناية الله في أرضه. إزاي الأسرة مع نعومة أصفار أطفالها تحبب إليهم الانتماء لمصرنا الحبيبة؟ شوف يا سيدي الكريم، احنا عندنا الحمد لله نماذج في القرآن الكريم. في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هودا. عندنا الشاب اللي هو مؤمن آل فرعون وكان يكتم إيمانه. تمام. عندنا النماذج من الصحابة: سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عندنا سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قادة الجيش وتحت قيادة أبي بكر وعمر. نقرأ حياة الصحابة وحياة آل